كبار المحللين وأصحاب الشأن. احنا المفروض معانا الأستاذ حازم يكون على الهاتف بعد قليل، وطبعا كان الترتيب على ان احنا نبدأ اللقاء معه قبل صدور هذه التسريبات والرسائل عبر يعني وسائل الإعلام من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لكن لقيت حال اخواننا بيتابعوا مع الأستاذ حازم عشان يعمل معانا مداخلة. طيب الآن معنا على الهاتف الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بيك، الله يحفظك يا رب العالمين. أرجو أن تكون بخير يا شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وعلى جهدكم وكل إخواني على جهدهم الكبير، ربنا يتقبل يا رب العالمين. اللهم أمين. طيب هذه الأخبار التي أتت من لجنة انتخابات الرئاسة وتصريحات المستشار فاروق سلطان باستبعاد 10 مرشحين من بينهم حضرتك، والإصرار على مسألة الجنسية الأمريكية للوالدة الكريمة رحمه الله، تعليقك على هذا الخبر؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المستشار فاروق سلطان وعضوين آخرين في اللجنة احنا لنا معهم تجارب سابقة في انتخابات سابقة، وفي الحقيقة انه في كل مرة حدث فيها مثل هذا الانفلات الشديد جدا من الأحكام القانونية، وفي كل مرة صدرت أحكام قضائية بأن ما وقع يمثل بطلان ويمثل تزوير وخروج عن الحقيقة. فإحنا الآن أمام لجنة كل شخص في الشعب المصري، هم 5 أفراد، كل فرد في الشعب المصري ممن هو على اطلاع يعلم أنه في 3 منهم على الأقل في يعني مشكلة كبيرة معهم من قبل. أنا الآن قدام مسألة انفلات شديد جدا وتحدي وغطرسة للبنيان القانوني في الدولة. أولا التوقيت انتهى، التوقيت أصلا كان بالأمس، وده طبقا للقرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخاب توقيتاته، وطبقا للمادة 15 و16 من القانون سيكون أنه يصدر قرار بعد التوقيت، ده في حد ذاته نقطة خطيرة جدا. المسألة الثانية انه يصدر بالمصادمة وبالاهدار لحكم قضائي صدر، احنا صدر لنا يوم 12 اللي هو يوم الاربع حكم قضائي صادر ضد لجنة الانتخابات الرئاسية وكان الطرف فيه، واستصدرنا بناء عليه شهادة رسمية مختومة بختم النسر من مصلحة الجوازات وسلمناها للجنة القضائية ولم تخطرنا بأي شيء. فكون أن يصل الموضوع لدرجة مصادمة الحكم القضائي وكأنه ده إهدار للبنيان القانوني كله للدولة، كأننا قدام لجنة أجنبية مش لجنة ملتزمة بالبنيان القضائي المصري، دي نقطة خطيرة. الحاجة الثالثة الحقيقة أن احنا أمام أيضا انفلات من قواعد الاختصاص، ده مش اختصاص اللجنة، اللجنة بتختص بأنها تفحص شروط الترشيح مش أنها تنشئ القرارات من عند نفسها. وعشان الكلام يبقى واضح للي بيسمع، افترض مثلا أن القانون بيشترط أن المرشح يكون أدى الخدمة العسكرية، فالمرشح راح جاب شهادة من وزارة الدفاع تقول من إدارة التجنيد أنه أدى الخدمة العسكرية، ما تقدرش لجنة الانتخابات الرئاسية تقول والله انا ههدر شهادة الدفاع والتجنيد وهقول من عند نفسي انه ما لم يؤدي الخدمة العسكرية. لو جاب لها شهادة الميلاد من مصلحة الاحوال المدنية من وزارة الداخلية، ما تقدرش اللجنة تقول انا ههدر اختصاص وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية وهقول تاريخ ميلاد مختلف للمرشح. فكذلك في شأن الجنسية وهي قدامها حكم قضائي بإثباته وقدامها شهادة رسمية صادرة من وزارة الداخلية، ما تقدرش تقول والله أنا ههدر الكلام اللي جاي من جهة الاختصاص وهغتصب أنا غصب عنهم الاختصاص لأن أنا من حقي أفحص شروط الترشيح. أنت بتفحصي شروط الترشيح في حدود القرارات الصادرة من أصحاب الصفة، مش بأنك تهدري قرارات أصحاب الصفة. إنما كون بقى إن هم يوزعوا الأدوار ويلعبوا اللعبة إياها ويبقى المجلس العسكري له طريقة ولجنة الانتخابات الرئاسية بأحوالها المعروفة لها طريقة ويعملوا الكلام ده ويرشحوا بعض الناس امبارح عشان يرجعوا يشطبوهم النهاردة ويبان الموضوع ان هو في ظل يعني آخرين شطبوا، يبقى معنى كده ان احنا بس مجرد انهم عايزين يحصروا المسألة في رموز النظام السابق. لا والله احنا اصبحنا الان قدام حالة من
اختراق النظام القانوني المصري والدستور المصري بالكامل عن طريق تفويت التوقيت وعن طريق مصادمة الحكم القضائي وعن طريق مصادمة الاختصاص، وهي ثورة 25 يناير قامت ليه؟ قامت لأن كان في مجلس شعب بس مزور، وكان في مجلس شورى بس مزور، وكان في اعتقالات، وكان في حالة انسداد دستوري. فالنهارده لو المسألة، وأنا كان نقل إلي من قبل عدة مرات أكثر من 6-7 مرات كلمة عن الفريق سامي عنان بالذات اتقالت لكثير من الفرقاء السياسيين أو الفصائل السياسية، عرفت منها هذا الرجل بالذات كيف رؤيته، ايه اللي هيتم التخطيط له وما الى ذلك. ولذلك احنا النهاردة قدام حالة مصادمة مباشرة لثوابت قانونية مصرية. انا لما روحت الحقيقة اللجنة طلبت منهم اصور الورق علشان ابعت المحامي اللي انا مكلفه في امريكا يشوف له اصل ولا لا، رفضوا. طلبت اقابل اللجنة اللي هتصدر القرار، هي 5 افراد وهيصدروا القرار، قلت لهم اشرح لهم علشان امسك الورقة كده في ايدي واقول له ده مش ختم وده مش توقيع وده كذا، رفضوا. طلبت ان انا اتصلت بيهم يا اخي الكريم امس الساعة 5 مساء تقريبا او 5 الا قليلا، ورد علي امين عام اللجنة المستشار وقلت له هل وصلتكم اي مستندات غير اللي انا شفتها؟ قال لي لم يصلنا اي مستند اخر وليس هناك الا اللي انت شفته. واللي انا شفته فوجئت انه ليس في اي مستند من السعودية خالص زي ما اعلنوا، وليس في اي مستند اصلا ابدا بان والدتي طلبت الجنسية الامريكية زي ما اعلنوا كلام فارغ. واللي عرض علي عبارة عن شوية ورق كلام فارغ، مش كلام فارغ دي كلمة انا اللي بقولها، لا، المحكمة نفسها في حيثيات حكمها قالت كده، قالت ان الورق ده لا ينهض ولا يصلح ان يكون مستندات، وانه لا يؤبه له ولا يلتفت اليه ويستبعد كليتا ولا قيمة له. ومع الاسف الشديد ان لجنة الانتخابات الرئاسية والحكومة مسميه ورق ممضي ومختوم، مع انه ولا عليه امضى ولا عليه ختم. مسمين اللوجو ولا البادج البارز اللي بيبقى في اعلى اي ورقه، انت عارف حضرتك اي هيئه مثلا قناه الحكمه مثلا عايزه تعمل ورقه، لو عملتها شيك كده معنونه زي لوجو ولا بادج فوق قناه الحكمه وبارزه، معتبر ان ده ختم. قلت له يا فندم الختم بيجي تحت الكلام وتحت التوقيع، انما ده ما فيش توقيع ولا اسم اللي وقع ده مين ولا صفته هل هو منين ولا الجهة اللي يمثلها ولا في ختم ولا حاجة، ازاي معتبره ومع ذلك ورقة ما بتقولش ان في جنسية كمان. وقلت له طب ما تفضحونا كده يا اخي ما دام انتوا جدعان وتنشروا الورق ده على الرأي العام علشان يعرف اللجنة هتعتمد على ايه. فكون بقى ان هم لا يدونا صورة للورق ولا يخلونا نقابل اللجنة ولا يلتزموا بتوقيت اصدار القرار القانوني ولا يلتزموا بالحكم القضائي ويصدموه ويغتصبوا اختصاصات اللجان الاخرى ويغتنموا فرصة ان دي لجنة ما فيش تعقيب عليها ما فيش طعن في قراراتها النهائية و لا والله احنا متأسفين جدا بقى لو انتوا خلاص قررتوا اهدار البنيان الدستوري للدولة بالكامل، يبقى ده قراركم. والعجيب يا دكتور وسام انه النهاردة كل المسائل طريقة جس النبض، يقول لك ايه اللجنة علقت اعملها لانه في ناس رايحة قدام اللجنة ومتجمهرة. النهاردة من الصبح من 7 الصبح 8 الصبح 9 10 11 طول اليوم اللجنة ما فيش قدامها ولا شخص واحد. نعم احنا كنا بننقل على الهواء مباشرة تقريبا من 9 صباحا ولم يكن هناك سوى قوات الامن المركزي. شيء عجيب جدا. ومع ذلك فضلوا يخدروا الناس طول اليوم يقولوا لهم اللجنة معلقة اعملها. طب اللجنة معلقة اعمالها ازاي يا سعادة المستشار حاتم بجاتو اللي بتقول ان اللجنة علقت اعمالها وقفلت المقر وسلمته لقوات الامن ولم تعمل من مقر تاني وبعدين اصدرت قرارات بالاستبعاد؟ يا ترى هي معلقة اعمالها ولا هي كانت منعقدة وبتفحص واصدرت قرارات بالاستبعاد؟ يعني لا ده مش شغل لجنة دستورية قضائية. اعتبر انه كلامها كلام، هم حرين، هم كونوا انه يلعب بالنار ان هو يجاوز كل احكام. انا ان شاء الله هروح هقدم التظلم طبقا للقانون بيقوله،
لكن هل يتصور ان احنا في الاخر نبقى عبارة عن جزء كده حاجة من اللعبة متوزع ادوار؟ احنا في هيئات يا دكتور وسام، هيئات كبيرة سبناها مع الاسف الشديد، وانا مش جزء في هذا الترك، ما كنتش انا جزء منه، لكن سبناها على امل ان الامور هتمشي مستقيمة والناس تختار رئيسها وتختار برلمانها وتختار كل حاجة. انما كون ان الهيئات دي النهاردة بتوزع الادوار ويوصل المسألة لدرجة ان مجلس الشعب لما اصدر القانون اللي بيعدل بيه الانتخابات الرئاسية وقال انه يتم الفرز واعلان النتائج في اللجان في المحافظات علشان تجنبا للتزوير، مجلس الشعب اصدر هذا القانون وراح للمجلس العسكري، من ساعتها لم يصدره ولا يجرب نتيجته، يا ريت اطلع غلطان ويقولوا لا احنا اصدرناه، لم يعلن ولم يصدر ولم ينشر، وكأن مجلس الشعب قعد وعمل تعديل القانون. وانا سألت المستشار في الامانة العامة للجنة، قلت له انتوا هل ابلغتوا بانه تم تعديل القانون اللي مجلس الشعب عمله عشان يبقى الفرز في اللجان ويبقى ما في، قال لي ويبقى ما فيش تزوير، قال لي لا ما حصلش ولم نخطر ولم يتم التصديق عليه بعد. يبقى مجلس الشعب بيطلع قانون يقوم المجلس العسكري ما يصدقش عليه، واللجنة تخترق كل القواعد القانونية بالشكل ده، ولا عايزه تقابلنا ولا تدينا صور من المساعدات، ومتصورين ان توزيع القواعد ده يقول والله عمر سليمان ما دام استبعدناه، لا والله ما تقدموش امبارح وتشيلوا النهارده علشان تغطي على استبعاد واحد زي حالاتي. هذا الكلام لا يمكن، واذا كان الشعب قد قبل ان مجلس الشعب صوريا يبقى موجود لكن حقيقه هو مزور، كان يقبل مثل هذا الكلام. المجلس العسكري الآن على المحك، لأنه الذي يرفض الانصياع لكل هذه، ورفض أيضا مش بس الانصياع لإصدار القوانين، لا الانصياع أيضا لمسألة إن اللجنة يبقى في حق الطعن عليها. ومع ذلك إحنا يا سيدي وجدنا مخرج قانوني رائع، ورفعنا القضية فعلا، والقضاء قضى فعلا، ومع ذلك ادي اللجنة اللي كانت طرف في هذه القضية بتقول لنا اتفلقوا طلعوا من القضاء، انا مش هلتزم بالقضاء. احنا كمان لازم نقول لهذه اللجنة انه اذا اخترقت الدستور واخترقت القانون وبدأ من البداية مثل هذه اللعبة فلا يمكن ان يبقى هذا ابدا. انا كل ما في الامر ان انا سانتظر الى الغد بس، لاني هروح اقدم التظلم اذا صح. انا طبعا لم اخطر على فكرة، يعني هم لم يخطروني بشيء من هذا، انا لغاية دلوقتي متشكك لانها عبارة عن اخبار اعلامية. صحيح ان طلع المستشار فاروق بيقول انا ما سمعتوش، لكن قالوا ان هو اللي طلع واتكلم، احنا زعناه دلوقتي. انما انا لم يخطروني رسميا حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها، هو كان بيقرأ من ورقة كده. ومع ذلك ان شاء الله انا ساقدم التظلم، يعني عشان ابقى ملتزم لغاية السهم الاخير من القانون، بانه لو كان لسه في رمق انهم يلتزموا بالمنظومة القانونية المصرية اهلا وسهلا، فاذا ابوا وانا عندي، ولاول مرة بقولها، عندي قضايا سابقة رشوة كانت موجودة عندي اخبرها بالتفصيل، عندي خبرها وسأذعها ان شاء الله، وعندي ما يتعلق بانتخابات دوائر انتخابية وما يتعلق بانتخابات نقابات مهنية وسأذعها ايضا. كون ان احنا نوضع وجها لوجه، لا والله متأسفين جدا، ما تحطنيش قدام الثلاثي بتاع حسني مبارك اللي عايز ترجعه وتختار واحد منه رئيس الدولة والباقي يستبعد، هذا الكلام لن يكون. والمسألة بقت واضحة، اما هذا الشعب باختياراته واما حسني مبارك العنيد اللي قال لك انتوا رفضتوا دول هجيبهم لكم مرة تانية. ليس هناك سبيل الا الالتزام بالمنظومة الدستورية القانونية، ويفعل الله ما يريد والله المستعان. طيب. وانا بقول هذا الكلام يا دكتور. نعم. وانا بأكرر ان احنا اللي بنطالب بالالتزام بالدستور وبالقانون وهم اللي رافضينه، ولا يستطيع احد انه يدعي علي جنسية اخرى بورق مخترق. القضاء نفسه قال ما يسويش حاجة، وانا قلت لهم يا اخي زعوه، فان شاء الله باذن الله يفعل الله ما يريد، ولن نترك هذا الامر باذن الله تعالى. ولو كان واحد على راسه بطحة او شاعر بضعف
كنت قلت خلاص والله اللجنة عملت كده وخلاص، لكن أنا أعرف موقع قدمي إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يرد كيدهم إلى نحورهم، وهذا الشعب إن شاء الله لن يعود إلى الجحور مرة أخرى. واللي تسابوا في الفترة السابقة أنا ما كنتش مساهم في إن هم يتسابوا، لكن أنا بقول اللي تسابوا خطأ في الفترة السابقة لم يعد هناك متسع إن هم يتسابوا بعد ما عايزين يوصلوا الأمور إلى نفس النتيجة اللي كانوا عايزينها يوم 11 فبراير، ويقولوا لنا كل اللي عملتوه من ساعتها لغاية دلوقتي كلام فارغ ولعب في لعب، وإن شاء الله غدا يوم كبير والله المستعان يا رب العالمين. طيب شيخ حازم، قبل أن نغلق معذرة، أنت تعلم أن أنصارك ومحبوك قد يغلبهم الآن العاطفة الجياشة والاندفاع، بماذا تنصحهم الآن؟ لا، أنا أطلب منهم صراحة، يعني أولا إحنا في حالة رباط ومش هنتراجع، لكن أنا أطلب منهم صراحة الانتظار لغاية بكرة، لأنه إحنا بكرة أنا أولا ما يهمنيش بقى الوقت التوقيتات بتاعت إنه هيصدروا أصل فصل نهائي قرار نهائي، يروحوا يدوروا على قراراتهم النهائية مدام مخالفين للدستور والقانون، كل ده هيبقى ورقة في مهد الرياح لا قيمة لها ما لم يلتزم بالدستور وبالقانون، كل ده مش هيصمد قدام أي شيء. أنا كل اللي بقوله لإخواني هننتظر فعلا لغاية بكرة، وهنقدم التظلم، وعلى اللجنة إنها تفصل فيه بكرة. طيب، وتدينا الخبر بإذن الله، من فضلك محدش يتحرك الآن. نعم، الآن قبل قليل كان معنا المستشار بجاتو على الهاتف ورفض أن يجري مداخلة، وقال إن القرار الرسمي سيكون بعد يومين. القرار الرسمي إذا كان فيه هذه العربدة والاختراق والإهدار للمنظومة الدستورية والقانونية، عليه هو شخصيا أن يتحمل النتيجة هو ومن معه. وأنا قابلت المستشار حاتم بجاتو وقابلت المستشار فاروق سلطان وقلت لهم يا جماعة لو كان في عندكم أي شيء في ريحة أنه هو ممكن يكون سبب أنه يتقرر استبعادي اطلعوني عليه في الأول علشان أقول لكم هو مظبوط ولا لا. وقلت لهم ان مسألة الجنسية القضاء نفسه مستقر على انها وقع بين طرفين، اسرائيل جات ادعت عليا ان انا اسرائيلي وانا بقول ان انا مش اسرائيلي، مادام وقع بين طرفين القانون قال انه يجري تحقيق المستند ده هل هو مستند صحيح ولا مش صحيح. فقلت له لو جالك ورقة لو سمحت اطلعني عليها واحنا في منتهى الرفق والجمال مع بعض كده عشان اقول لك غلط ولا صح. قال لي بوضوح وهو اعلم ده اعلاميا، احنا مش هيجي لنا حاجه الا وهنبلغك بيها في الاول، فاذا كان جالهم شيء غير اللي انا شفته واستندوا عليه فيبقوا غدروا وخانوا وطعنوا من الخلف واعتمدوا على شيء سري وغير منشور وغير معلن ولم اطلع عليه ومش هسيبها تعدي. وإذا ما كانوا ما اعتمدوش غير على الحاجات اللي كانت عندهم لغاية أول امبارح واللي أنا شفتها وكتبت مذكرة طعن فيها كلها، قلت لهم كل الصور الضوئية دي أنا بجحدها سواء ملونة أبيض واسود مجحودة، كل اللي انتوا بتسموه أصول ليس أصول لأنه غير موقع ولا مختوم ولا أعرف مين اللي كتبه ولا صفته ولا وظيفته، كل اللي انتوا بتسموه صور مختومه ده عباره عن مراسيل من وزاره الخارجيه انها بتقول وصلتنا الرساله الفلانيه مش شهاده من الوزاره، فليس فيها شيء يعتمد عليه. فكونوا بقى هو عايز متصور ان احنا هنسكت بان هو يخترق القضاء وقواعد الاختصاص بكل الهيئات والتوقيت اللي انتهى وما يطلعنيش على المستند وما يدينيش صورة منه عشان اتأكد من امريكا واجيب له شهادة بانه مزور ولا اصل له، انا قلت له اديني صورة وفي 24 ساعة اجيب لك شهادة بانه لا اصل لهذا المستند، رفض يديني صورة علشان ما اعرفش اجيب شهادة بانه مزور وانا مكلف مكتب محامي في امريكا، فكونوا قاعد يخترق 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 وفي الاخر يتصوروا. وانا الناس دول انا هبين من هم، مش كلهم، انا لا اعرف الا عن ثلاثة منهم فقط والاثنين التانيين بالنسبة لي لا اعرفهم، ان شاء الله يكونوا احسن ناس في الدنيا يا رب، لكن هي القرار بيصدر باغلبية ثلاثة من خمسة، فاذا كان ثلاثة من خمسة انا اعرف عنهم هذه الامور، وانا يا دكتور وسام انا شفت قبل كده
شفت المستشار محمد الفقي، محمد مصطفى الفقي في انتخابات 2005 وهو مستشار، شفته ماذا يفعل لكي تصدر النتيجة بخلاف الفرز اللي القضاء 116 قاضي اظن 112 قاضي موقعين عليه، وصدر الحكم بان الكلام ده كان مزور. واعرف ماذا يفعل رئيس اللجنه حتى لو كان مستشار اذا اراد ان يغير النتيجه، وشفتها في 2005 وشفتها في 2000 وشفتها في 95. فانا لا يمكن ابدا اسمح بان هو مجرد ان يصدر تحصيل لقراراتهم معناها انه يلعبوا بالمنظومه الدستوريه والقضائيه المصريه ويبقوا هم وشعب مصر وجها لوجه. هم حرين، هم حرين جميعا بما فيهم الفريق سامي عنان، بما نقل علي وعندي شهود الكثيرين له أكثر من 6 بالكلمة التي نقلت عنه عبر شهرين 3 الأخيرة. فالله المستعان، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن يرد كيدهم إلى نحورهم. وأنا لو كان الحمد لله لو كان عندي ذرة شعور بأن في ضعف في الموقف أو مخالفة للحقيقة ما كنتش رحت للقضاء ورفعت القضية قبلها، كنت قلت والله بدل ما القضاء يبقى ضدي وكمان اللجنة تبقى ضدي سيبها وكأن اللجنة هي اللي ظلمتني. إنما أنا أردت أني أتعامل بأخلاق الفروسية، إن أنا الذي أقدم وما انتظرش، فرحت للقضاء ورفعت القضية وترفعنا أمامه وثبت حقنا وقضي به. تيجي اللجنة بقى بعد كده تقول خدوا الورقة باللوها واشربوا ميتها، إن شاء الله بإذن الله ميتها دي هي التي ستغرق المزورين وستغرق الذين يخرجون عن الدستور. إحنا قضيتنا عايزين الدستور وعايزين القانون وهم قضيتهم مفيش فايدة. يا أخي اطلعني، افضحني يا سيدي، صور. على كل حال نسأل الله التيسير ويفعل الله ما يريد يا رب العالمين، والله المستعان. الله المستعان، شكرا جزيلا لك. أنا شاكر الفضل. وكلمة يعني أخيرة، أولا أنا بشكركم جدا على وبشكر الحقيقة بعض القنوات الشريفة التي ذهبت ويعني أنا في الحقيقة لاحظت هذا امبارح، وأنا يعني مش بقول الكلام ده عشان أثني عليك أو أثني على القناة الكريمة، ولكن أنا بقوله كواقع. اللجنة امبارح، لجنة الانتخابات الرئاسية، اجتمعت من 4 العصر لغاية الساعة 11 بالليل، يعني 7 ساعات. والساعة 11 لما الأخبار اللي طلعت من عندهم هم، وواضح انهم عايزين يوتروا الناس، فلما الناس راحوا لكي يستطلعوا ما هي الحقيقة وهل صدر شيء ما صدرش شيء هيحصل ايه، قالوا ان معلقين عملهم واذا بنا نفاجأ بهذا. انتوا الوحيدين الذين ذهبتم وصورتم، واتضح من خلال كده ان الناس راحت بالليل فعلا وقعدت لها 3-4 ساعات في وقت بالليل بعد ما اليوم انتهى واللجنة اغلقت، وفي الصباح لم يكن هناك اي شخص موجود هناك. فيعني الحمد لله انه هذا كان دليل على انه ليس هناك، انهم بيحاولوا يقولوا ايه بقى، ان الجموع المؤيده لحسن ابو اسماعيل هي اللي بتعمل المشاكل وهي اللي بتعمل وهي اللي بتعمل. دي عاطفه الناس عايزه تروح تشوف، لكن ليس هناك مشاكل. المشاكل هم يزعمونها ومطلعين ما حاتم بجات ويقول لك احنا معلقين عمل اللجنه، معلقين معلقين، واخر اليوم يطلع القرار. لا، ده دي مش لجنه، ده واحد يقول احنا معلقينها وبعدين بعد شويه يقول اصدرنا القرار ومفيش اي حاجه. ان شاء الله نسال الله التيسير. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واسال الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين انه يبقى يوم عظيم من ايام هذه البلد الكريمه يا رب العالمين. اللهم امين. شكرا جزيلا لك استاذ حازم صلاح ابو اسماعيل على هذه المداخله الهامه جدا حول هذا القرار الخاص باستبعاد 10 من المرشحين من بينهم حازم صلاح ابو اسماعيل. اما انصار خيرت الشاطر فسادت حاله من الاستياء الشديد بين شباب جماعه الاخوان المسلمين والذين كانوا يجتمعون في مؤتمر للمهندس خيرت الشاطر بالمطريه، وذلك بعد بيان اللجنه العليا للانتخابات الرئاسه الذي اكد استبعاده، وان كان حزب الحريه والعداله اعلن انه سيتقدم بتظلم لاستبعاد الشاطر امام العليا للانتخابات، وايضا دكتور ايمن نور اعلن انه سيتقدم بالطعن فورا ضد العليا للرئاسه لاعاده اسمه لقائمه المرشحين. الحقيقه يعني معانا تقرير وللمره الاولى يعني هيكون في تقرير من كلام للدكتور علاء الاسواني تكلم فيه بانصاف الحقيقه في مساله الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، نشاهده مع حضراتكم ثم نعود اليكم.